طبعا صار الجانب الإنساني وجانب التطوعي اللي ظل سنوات الحرب كلياتها في سوريا كان له دور بشكل كتير كبير بدعم إذا بدنا نقول أسر الشهداء، جميع المحتاجين باختلاف يمكن طبيعتهم وشرائحهم الاجتماعية. اليوم عم نحكي عن العمل التطوعي اللي كان وما زال وأكيد حيستمر بجهود السوريين. أكيد فرح، ودائما بالمجال التطوعي بيكون معنا عدد من الجمعيات. عم نحكي عن جمعية من بداية الحرب وحتى الآن كانت إلى بصمتها المتميزة والدؤوبة على العمل المستمر. سوريا بتجمعنا بالفترة الأخيرة وتزامنا مع عيد الجيش العربي السوري، أقامت الجمعية طبعا فعالية اسمها جيشنا بيجمعنا بالتعاون بين سوريا بتجمعنا وصامدون رغم الجراح بمحافظة حمص. لنطلع أكثر على تفاصيل هالفعالية وغيرها من النشاطات المستمرة بجمعية سوريا بتجمعنا. بصيرنا يكون معنا المدام طبعا سيرين الفرة وهي عضو مجلس أمناء في سوريا بتجمعنا، وأيضا مروة الدعبول مسؤولة قسم الشهداء والجرحى بالجمعية. أهلا وسهلا فيكم، يسعد صباحكم. يسعد صباحكم. أهلا وسهلا فيكم، يسعد صباحكم يا رب. صباح الخير عن جديد. وبنبدأ من عند حضرتك مدام سيرين، وخلينا نحكي يمكن من آخر الفعاليات اللي قمتوا فيها واللي كانت بحمص، ونرجع نستذكر مع بعض البدايات. تمام. نحن طبعا بمناسبة مثل ما ذكرتوا حضراتكم بمناسبة عيد الجيش بواحد آب، عيد الجيش العربي السوري، كان في عنا تحضير وتنسيق مع جمعية صامدون رغم الجراح، وطبعا من باب التشبيك ومن باب التشاركية مع جمعيات أخرى ومؤسسات أخرى. فقمنا بتنسيق والتحضير لتكريم عدد من أهالي الشهداء وجرحى أبطال الجيش العربي السوري والقوات الرديفة، وكان طبعا هذا على عدة أيام، كان وقتها بمدينة حمص وبحليها، وكنا طبعا على عدة أيام، فكان في منه زيارات ميدانية، يعني زيارات لبيوت أهالي الشهداء ولجرحانا، بالإضافة طبعا قمنا انه هن يزارونا بجمعيه صامدون رغم الجراح. وطبعا نحن هون بنذكر انه جمعيه صامدون رغم الجراح كورين باستقبالهم، لان هن اعضاء مجلس اداره الجمعيه، هن جرحى ايضا من ابطال الجيش العربي السوري. وطبعا هون قمنا طبعا بتحضير الداتا او الاعداد او البيانات اللي هي موجوده عندهم، فكان الانتقاء او مو الانتقاء، كان كريم للعدد من العائلات سواء أهالي الشهداء أو الجرحى اللي هنم لم يزورهم أي جمعية أخرى أو لم يتم تكريمهم من قبل مؤسسة أو جمعية تانية. فطبعا هون كان لنا الشرف بزيارتهم وبحضورهم، وعملنا مثل ما بنسميها مقابلات أو زيارات محبة وإنسانية لأهلنا اللي هن واجبنا الوطني نقوم زيارتهم. وهون بدي انتقل لحضرتك، يعني عملية جمع البيانات وخصوصا نحن عم نتعامل مع عدد كبير وأسر كتير من أسر الشهداء والجرحى الأبطال المتواجدين بعدد من المحافظات السورية، كيف تمت هاي العملية والتنسيق من أجل الفعالية بحمص؟ هلا نحن كجمعية سوريا بتجمعنا كان هدفنا الأساسي وما زال إنه نحاول نوصل لكافة الجرحى أو أسر الشهداء، وهذا شرف كبير لإلنا طبعا، على مختلف المحافظات السورية. فنحن إذا كان عنا هون الشام مثلا، نحن دائما نستعين بوزارة ترفقنا بقائمة والأسماء، قائمة الجديدة بأسماء الشهداء أو الجرحى. طبعا نحن متكفل إنه نتواصل معهم ومنتشرف بزيارتهم. طبعا فترة الكورونا كان الموضوع مختلف، ما فينك تروحي على كل بيت وكل كذا، كان في إجراءات أخرى يعني، بس طبعا ما وقفنا أبدا الزيارات أو التكريمات. في حال كان محافظات تانية أكيد نحن نتواصل مع الأشخاص المعنيين بالمحافظة اللي رايحين عليها طبعا، والشهداء سواء كانوا من مختلف الوزارات سواء قوى أمن داخلي أو الجيش أو كذا، دائما نتواصل مع الوزارة المختصة لتزودنا بهيدي الأسماء والبيانات طبعا. وبعدين نحن نتواصل معهم في شيء ممكن تكون تواجهنا شوية صعوبات، إنه في ناس غيرت أرقامها كذا، منضل منحاول قدر الإمكان إنه نوصل للإسم وما نتخطاه أو نتجاهله يعني.
يعطيكم الف عافيه وبنرجع لك اكيد مدام سيرين. خلينا نحكي اليوم عن ابرز يمكن الشيء اللي عملتوه خلال سنوات الحرب، وخاصه بظل جائحه كورونا يلي كان في حاجه كبيره لاسطوانات الاكسجين، وساهمتوا فعلا بهذا الشيء. لازم نحن طبعا خلال 9 سنين للاسف مرت في سوريا من حرب ومن ظروف القاسيه مثل ما ذكرتي حضرتك، مثل جائحه كورونا اللي انتشرت بالمرحله الاولى وبعدين بالهجمه الثانيه مثل ما بيقولوا. طبعا نحن اول شيء بدايه كنا مع اول من المؤسسات اللي ساهمت بالحمله الوطنيه الاستجابه الطارئه وقت الحجر الصحي، فكنا هون سند وعون لاهلنا اللي صاروا تضرروا، بتعرفوا الاسر الفقيره والاكثر فقرا من الضرر من الحجر الصحي وتعطيل اعمالهم. فهون كنا بتوزيع معونات دينيه ومعونات نقديه واغاثيه طبعا لنقول، بالاضافه طبعا كان في عندنا شق ثاني هو الشق الطبي اللي هو بحمله اسمها حمله التنفس. فحمله التنفس كانت عباره عن توزيع عدد كبير من الكمامات، كانت بين المدارس، كانت بين الاماكن او المناطق المكتظه كانوا باهلنا، بالاضافه لطبعا اعاره مولدات الاكسجين على الكهرباء، اعاره مجانا لاخوتنا ولاهلنا المصابين بمرض كورونا حتى الغير مصابين، يعني ان شاء الله يا رب هيك تخف الجائحه تمام. فهو طبعا الحمله مستمره باعارتها لاي مريض بحاجه لهذا الشيء طبعا أكيد. فكنا عون سند لهم اكيد، ودائما الخير بيكبر وكل ما كان في شراكه اكثر وكل ما كان في مساعده اكثر. خلينا نحكي عن الفريق اللي عم يكبر، سوريا بتجمعنا 9 سنين وما زلتوا مستمرين، كيف عم بيكون قديش في ناس لسه عم تنضم لكم، قديش في ناس لسه حابه انه هي تشتغل، في ناس تشترك بفعالية وبتصير بقى بدي انضم دائما للجمعيه، نحكي عن هي الاليه لو سمحت. هلا طبعا نحن هلا خلال ظروف الحرب مثل ما قلت والظروف القاسيه اللي مرت فيها بلدنا، طبعا نحن هون يعني كان في شباب واعي وشباب عنده شغف كبير بالحب التطوع، مثل ما عنا أبطالنا بالجيش العربي السوري عم يدافعوا عنا، في طبعا عنا كمان شباب وشباب وصبايا طبعا أنا بقصد هون عندهم شغف وحب العمل التطوعي، فكنا دوما يعني بابنا مفتوح لهذا الشيء، فكان عندهم دوما إنه يكونوا موجودين معنا بكل فعالياتنا بحملاتنا، حتى يعني في منهم طلاب، في منهم بيشتغلوا، في منهم مثلا حتى في منهم بدايتهم مثلا هلا مرحلة دراسية هلا بلش شو بجامعاتهم، فطبعا دوما هون دوما موجودين بيناتنا، واي تواصل حب اي شخص بحابب يتطوع بمؤسسه سوريا بتجمعنا عن طريق الصفحه. ففي عندنا قسم اداري اللي هو الاتش ار، طبعا هو بيدرس بالنسبه للتطوع اي شاب او صبيه حابه يكونوا معنا موجودين، واكيد بيشرفونا أكيد. مروة خلينا نحكي اليوم عن تجربتك بهذا العمل في مجال التطوع، إذا بدنا نقول مو بس أنت شو قدمتي لك، كمان شو قدم لك التطوع اليوم يلي نحن كلياتنا بحاجة لهذا الدعم النفسي، نوع من الرضا نوعا ما. أكيد أكيد. هلأ نحن بداية كان عندنا أول ما بلشت الأزمة، أنا مبلشة بالموضوع التطوع من أول الأزمة، يعني شفتي مثل لما الجسم بيتعرض لمرض كيف الخلايا كلها بتصير هاجم هيدا المرض للطالع. فنحن لما حسينا في أزمة ببلدنا كلنا اندفعنا انه بدنا نعمل شيء، بدنا نقدم، بدنا نكون جنب الجيش، بدنا نكون جنب الأبطال اللي عم يضحوا. فأول ما اتجهت بالتطوع بشكل رسمي يعني بصراحة كان مع جمعية سوريا بتجمعنا. أول ما دخلت على الجمعية طبعا صرنا نطلع فعاليات أكتريتها مع أبطال، نكون جنب لجنب برمضان مع نفطر معهم، يعني هن لما نشوف انه هن السعادة كيف انرسمت على وجوههم، كيف قدرنا نرسم لهم ابتسامة صدقا، يعني كنا نرجع على البيت نسيانين كل التعب، مع انه كنا نكون مثلا صايمين نروح نجهز بالافطار 4-5 ساعات قبل الافطار. كيف بتشوفي همة الشباب اللي معك اليوم على التطوع؟ ايه تمام. فالشباب يعني نحن دائما في عنا مثل ما بيقولوا دماء جديدة بالجمعية، يعني فكل الشباب لحد الآن يعني مو تفكري إنه خلصت الحرب ما عاد في تطوع، لا لحد الآن، وبالعكس صار في وعي أكبر وفي شغف أكبر إنه أنا بدي أشتغل شيء، بدي فيد المجتمع، خصوصاً حتى الشباب اللي بعمر يعني كيف بدي لك فوق 18 أو بداية العشرينات، يعني هدول طاقة يعني متنقلة، فبتحسي الشغف عندهم وعندهم دافع، يعني ما حدا جبره يجي هذا عمل تطوعي تمام، يعني هذا دافع من جواته، هذا الشيء كتير
يعني مبشر بصراحة، وبيخليك عندك أمل وتفاؤل أكيد. بالمجتمع. أكيد. هون بدي أسألك مدام سيرين، يعني دائما عندكم نشاطات مستمرة، يعني يمكن كورونا في شيء كان ببداية كورونا بلشتوا بس لهلأ لساته مستمر، في كمان بالمدارس مع دخول المدارس تعملوا شيء معين، برمضان عملتوا سلة غذائية، كل فترة عندكم نوع من الأنشطة، ولكن في أنشطة مستمرة طول العام، خلينا نحكي بالتفصيل عنها. تمام. هلا بالنسبه طبعا بالنسبه اول شيء نشيل القسم الطبي، في عندنا مشروع اسمه المشروع مستدام ودوائي، فهو عباره طبعا مختص بالمرضى والمستفيدين من مشروع دوائي اللي هن مرضى امراض الضغط والامراض المزمنه، الضغط والسكري والكوليسترول او القلبي والشيء الربو اللي عند الاطفال. طبعا هذا مستمر ان شاء الله. طبعا شايفه بالظروف قاسيه والغلاء المعيشي وارتفاع أسعار الأدوية، فهون نحن من شي تقريبا سنة أطلقنا هذا المشروع وهو مستمر. في عنا طبعا كمان نذكر أنه نتيجة الغلاء المعيشي ففي عنا شيء اسمه توزيع سلل غذائية، وهي حملة على امتداد الوطن، فهي مستمرة، بلشنا فيها من عدة أشهر ومستمرة لقدام إن شاء الله. بلشنا من مدينة حمص طبعا بعد ما خفت إصابات بالكورونا والحجر، طبعا احنا هون رجعنا انطلقنا لكل محافظات سوريا، بلشنا من مدينة حمص وإن شاء الله منطلقين خلال الأشهر الجاية لكل محافظات سوريا، نكون سند لكون عون سواء لأهالي الشهداء سواء لكان جرحانا لأسرنا اللي بحاجتنا. وفي كمان عنا مشروع، يعني هنا مشاريعنا كتير بصراحة، ودوما عنا تطوير بهذا المشاريع ودوما عنا تنظيم لأنه للمدى البعيد والمدى إنه إيش خطتنا السنوية أو الخطة اللي قدام. ففي عنا طبعا هون مشروع هو إقامة مشاريع صغيرة ومتناهية الصغر لجرحى أبطال الجيش العربي السوري، لنقدم لهم هاي المشاريع وتكون سند لهم. أكيد. الله يقويكم يا رب. الله كل التوفيق لكم، وتحياتنا كان لكل الأفراد المشاركين بهيئة الجمعية، لكل شخص قادر يقدم لو شيء بسيط اللي هو فعلا بيكون سند، يمكن ما يحس بقيمته هو لكن أكيد له تأثير كثير كبير. شكرا لكم. شكرا لكم شكرا لاستضافتكم. اكيد سلمى، لهون نكون وصلنا لنهايه حلقتنا لليوم، ضيوفنا ممي